طبعا اليوم هي المرحلة الخامسة. طبعا أبي كل المشاركين يجون يشرفوني على الاستيج شوي، خل نوترهم شوي ونلعب في أحاسيسهم مثل ما لعبوا في أحاسيسنا، مثل ما لعبوا في أحاسيسنا بنلعب في أحاسيسهم. مهندسنا الجميل أحمد أمين اليوم ما قصرت على الصوت الجميل، مخرجنا الجميل معتز يعطيك العافية. اليوم بحكم إنها آخر مرحلة للفرز بنعلن النتيجة بطريقة مختلفة شوي. احنا بالعادة في الحلقات السابقة كنا على طول نقول منهم الثلاثة الفائزين، لكن اليوم بحكم إنها آخر حلقة للفرز وبكرة نبدأ الحلقة الأولى للمتأهلين، كونوا على الموعد بكرة. اليوم تتوقعونها محسومة؟ أنتوا واثقين من اللي أنتوا قدمتوه اليوم؟ بالنسبة لي أنا واثقة 100% بإذن الله. حلو. ويحيى اليحيى الحمد لله واثقين أدينا كويس بالحكم على الجمهور. الحكم على الجمهور. الوقت يقول أبو عبودي داهم نخلص عليه. واثقين إن شاء الله. أوكي. طيب. Get ready for the countdown. بعدين المركز الثالث. 10, 9. المركز الثالث. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. محسن اليحيى 1-0 تقدم. المركز الثاني من تتوقعون؟ تعالوا اثنين هنا قدام، خلاص قفلنا الحين لأن بنعلن مجرد ما طلع المركز الأول ولا الثاني بيوضح من فيهم ماخذ مركزه وأعلى نسبة تصويت لليوم. من تتوقعون؟ نخلي دام التصويت على الجمهور، من تتوقعون؟ طيب سمعوني صوت ثامر بصوت عالي. ثامر العبد الله هو الأعلى نسبة تصويت الفارس الليلة، فالك التوفيق تستاهل حبيبي عرايسي. المركز الثاني لتصويت اليوم، شدوا حيلكم الجاي أقوى. الله يوفقكم ويعطيكم العافية على حضوركم. انتظرونا غدا في أول حلقة للتأهل، اللي بيتأهل بكرة اثنين من الفرسان. خلاص انتهينا مرحلة الفرز. يعطيك العافية أبو عبد الله سنجل على دعمك وتسخيرك لوقتك لنا، شكرا لك يا حبيب أبو عبد الله ستار ميوزك، حبيبنا اللزم، إدارتنا المخفية أبو محمد، يعطيكم العافية على جهدكم اللي قاعدين تقدمونه. بالنسبة لنتائج التصويت معروضة على الشاشات أمامكم، ممكن تقدرون تشوفونها. يعطيكم العافية حبايبي، شكراً.